بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. سلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا جدا. أنا سعيد بيكم والله العظيم. ومتشرف بيكم جدا والله. ومش عارف أشكركم إزاي. مش لا والله أنا مش عارف أشكركم كلكم إزاي. أنا شايف قدام مني شباب وشابات وأعمار مختلفة، حتى لسه كان يعني متطوع صغير جدا جدا كده بيقول لي إحنا موجودين يعني. لكن خليني أقول لكم حاجة، خليني أقول لكم حاجة مهمة أوي. خليني أقول لكم حاجة مهمة أوي. إحنا المصريين بيأكدوا كل يوم، المصريين كلهم باختلاف يعني باختلاف طبقاتهم، يعني اللي موجود قدام مني هنا شريحة من كل المجتمع المصري، رجال أعمال على القطاع الخاص على الدولة، الدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب، في وقت صعب. النهاردة أنا كان لازم أن أنا أجي أشكر وأقدر لكم كل اللي بتعملوه وكل اللي هتعملوه، ان احنا نساهم في تخفيف الازمه الكبيره اللي بتمر بيها الدنيا وبتمر بيها مصر، غلاء الاسعار، ان احنا نبقى موجودين ونلف على البيوت كلها ونخفف على الناس الاسعار ديت من خلال الاربعه ونص او الخمسه مليون كرتونه، بالاضافه ان في ناس كتير كمان بتعمل كده. انا يعني على علم بحاجات كتير بتتعمل، الهدف منها ان الناس في مصر في الايام الكريمه ديت، كل سنه وانتم طيبين، تبقى الامور كل سنه وانتم طيبين، تبقى متشكر، تبقى الامور يعني. انا بصراحه مش عارف اقول لكم ايه، أشكركم إزاي وأشكر مين ولا مين بصراحة، لكن أنا تقديري للجميع وشكري للجميع وسلامي للجميع ودعواتي لكم كلكم بالخير والسلام. دعواتي لكم كلكم بالخير والسلام. خليني أقول لكم حاجة مهمة قوي، يعني من الحاجات الجميلة جدا إدخال السرور والبهجة على الناس، اي ناس، ادخال السرور والبهجه على الناس. واتصور باللي احنا بنعمله ده بوجودكم، بصرف النظر انت بتقدم ايه، لكن كفايه انك انت بتخبط على بيته وتقول له انا شايفك وانا معاك وانا حاسس بيك وبحاول اخفف عنك. فانا بشكركم جميعا وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ودايما دايما المصريين، دايما المصريين كده. شكر جدا، شكر 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 شكر.